إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في الجزء رقم 2 والأخير من درس التربية الغذائية. دونك فهنا فين خليناها في الجزء الثاني، فبغينا يعني خصكم تعرفوا واحد الحاجة أخرى التلاميذ الأعزاء، هو أنه الأغذية فيهم ثلاثة الأنواع. الأغذية حسب دورها تنقسم إلى ثلاثة أنواع، دونك سولون لو رول لي زاليمون سو كونستيتيو اون تخوا تيب. كاينين لي زاليمون لي هما إنرجيتيك، أغذية طاقية، بحالاش بحال لي ليبيد، بحال لي غلوسيد. لي غلوسيد هما السكريات، يعني الأغذية الطاقية أو لذاتي فيهم الدهنيات والسكريات. كاين النوع الثاني هما أغذية اللي هي أغذية بنائية، يعني دي زاليمون كونستريكتور أو لا باتيسور. يا يعني إما كيقول لك البروف في الكور كونستريكتور أو لا باتيسور، بحال الباطيمة، يعني أغذية بنائية. هاد الأغذية البنائية شنو هي أستاذ؟ هما البروتيدات، يعني أي ماكلة فيها البروتيدات بحال السمك، بحال الحليب، بحال اللحم، يعني اي ماكله فيها البروتيدات كتبني لك الجسم ديالك، لي بروتيد اولا البروتينات. كاينين اغذيه اللي هما وقائيه، دي زاليمون بروتيكتور، يعني وظيفيه وقائيه. هما الأغذية اللي تيكونوا فيهم الأملاح المعدنية، لي سيل مينيرو بلس لي فيتامين، يعني هادو هما ثلاثة التصنيف ديال الأغذية حسب دورها سولون لو رول. دونك عقلوا عليهم. ثاني حاجة غيخصكم تعرفوها هما شنو هما الفاقات الغذائية. ملي كنهضروا على فاقة غذائية، اون كارونس اليمونتير سي اون مالادي دو دونك شنو هي الفاقة الغذائية؟ كارونس اليمونتير هي، دونك نحاولوا نكتبوا بشي ستيل يكون واضح. دونك كارونس اليمونتير هي فاقة غذائية. شنو هي أستاذ الفاقة الغذائية؟ هي مرض ناتج عن نقص في عنصر غذائي، هي مرض ناتج عن نقص عنصر غذائي. دونك سي اون مالادي دو اون كارونس اون اليمون اليمونتير. يعني اي مرض كيبان في الجسم ديالك راه السبب ديالو حيت ما كتاكلش مزيان، ناقص عندك واحد العنصر غذائي. من بين الفاقات الغذائيه دونك اي فاقه اي مرض غذائي تيكون عنده جوج الحوايج، تيكون عنده سامبتوم وتيكون عنده سبب، يعني الاعراض. ملي كنهضروا على لي سامبتوم هما العلامات ديال هذاك المرض. بحال انا الا قلت لك انا مريض بالسخانه، باش غادي تعرفني انا مريض بالسخانه؟ باش غادي تعرفني انا مريض بالسخانه؟ كتطلع لي الحراره ديال الجسم، كتطلع لي السخونيه ديال الراس، كنكحب، الحلقم ديالي كيتنفخوا، هادو علامات يعني اعراض ديال هذاك المرض. السبب ديالو هو منين جا، علاش ديك السخانه جاتني؟ حيت ما لابسش مزيان، ما كنتغطاش مزيان، ما كناكلش مزيان. دونك هادوك هما الاسباب، يعني كل فاقه غذائيه عندها سامبتوم اعراض وعندها اسباب. اول فاقه غذائيه هي الكواش يور كور. شنو هو الاعراض ديالها؟ هو تيكون عندي نمو غير طبيعي، ديفلوبمون انورمال. السبب ديالها هو كارونس اون بروتيد اليمونتير، نقص في البروتيدات الحيوانيه. ثاني مرض هو الغاشيتيزم، الكساح. شنو هما الاعراض ديالو؟ اس بي
انكورفي دي جون يعني تقوس الرجلين وعوجاج في الرجلين. شنو هو السبب ديالها؟ هو كارونس ان فيتامين دي او كالسيوم. يعني السبب ديالها هو نقص في الفيتامين دي والكالسيوم زائد ان ديفو ديكسبوزيسيون او سولي، يعني عدم التعرض لاشعه الشمس. الناس اللي مساكن تيكون عندهم مشكل في تيكون عندهم مرض الكساح كتلقى عندهم العظام ديالهم ها هو السبب، يعني العظام ديالهم ما كيتبتوش. باش يكون عندك عظم صحيح خاص العظام ديالك يدخل ليهم الفيتامين دي والكالسيوم. الناس اللي عندهم الراشيتيزم ما كيدخلوش هذا الفيتامين دي والكالسيوم. الا دخلتي الكالسيوم والفيتامين دي العظام ديالك غيولي صحيح وغادي تكون بحال باباي. سي فوا برافو. دونك هادوما كاينين فقرات اخرين بحال التدرق الغوات. شنو هما الاسباب ديال هاد التدرق؟ هو انتفاخ الغده الدرقيه، دونك ايبرتروفي ايبرتروفي. دونك نصحوا هادي ايبرتروفي. ايبرتروفي دو لا غلون تيرويد، يعني انتفاخ في الغده الدرقيه كتكون عند الحلاقم. السبب ديال هذا التدرق هو نقص في عنصر اليود، مونك ديود مونك ديود. كاينه فاقه غذائيه اخرى هي لو سكوربو. لو سكوربو هو داء الحفر. شنو هما الاسباب لي سامبتوم ديالو؟ فاتيك جينيرال، يعني تيكون الانسان اللي فيه هذا المرض ديال لو سكوربو تيكون عنده واحد العياء شديد في الجسم ديالو، وزائد تيفقد الوزن بزاف، تيكون اون بيرت دو بوا، فقدان هو بيرت. السبب ديال هذا لو سكوربو هو مانك دو فيتامين سي، نقص في الفيتامين سي. مزيان. دونك بقات لينا واحد الفقره غذائيه اخرى الاخرانيه هي هذه، هي الانمي. الانمي هي فقره الدم. الانمي هي فقره الدم. شنو هما الاعراض ديال هذه فقره الدم؟ هو تيكون عندك الانسان، الناس اللي تيكون عندهم فقره الدم تيكون عندهم عياء شديد في الجسم ديالهم، فاتيغ جينيرال. تيكون عندهم اون برودكسيون انسوفيزونت ديموغلوبين، يعني تيكون عندهم نقص في انتاج الخضاب الدموي. استاذ بغيت نعرف شنو هو الخضاب الدموي. الكريات الدم الحمراء لي غلوبول روج ديال الانسان، يعني كريات الدم الحمراء ديال الانسان تيكون فيهم واحد البارابور، بحال دير بحال البارابور، واحد المستقبل، واحد الريسيبتور. شنو هو الدور ديال هذاك الريسيبتور؟ كيثبت ليا ثنائي الاكسجين اللي كيدخل الجسم. اون فوا كريات الدم الحمراء كتثبت هذاك ثنائي الاكسجين كتديه للخلايا ديال الجسم لي سيلول. باش يستافدوا من هاد ثنائي الاكسجين ونكونوا على قيد الحياه، حيت الوقود الرئيسي ديال جسم الانسان هو ثنائي الاكسجين، لو ديوكسجين، هو اللي كيخلينا نتنفسوا ونعيشوا. يعني الا ما كانوش هاد كريات الدم الحمراء وناقص الا ما كانش هاد البارابور ما غاديش يتنقل ثنائي الاكسجين، الخلايا ما غاديش يتنفسوا، والانسان راه يقدر يموت. دونك هذه هي العلاقه اللي كتربط ليا ما بين هاد ثلاثه. دونك شنو هو السبب ديال هاد فقر الدم؟ هو اش؟ هو نقص في عنصر الحديد، نقص في الحديد، انسوفيزونت اون فير. دونك هذا فيما يخص الفقره ديال الفقرات الغذائيه. ثاني مفهوم مهم في الكور تكونوا واخدينه هو الغاسيون اليمونتير. انا غادي نقول لك شنو هو الا شفتيها في الكور شنو كنقصدوا بالغاسيون اليمونتير. شوف معايا مزيان الغاسيون اليمونتير او الدسيب الهيشي، هي سي لا كونتيتي سي لونسومبل دي زاليمون كونسومي ان اون جورني 24 بار انديفيدو، يعني الكلتا الغذائيه هي كميه الاغذيه الضروريه لاستهلاكها
خلال 24 ساعة باش لسد حاجيات الإنسان. يعني السي بالهيشي الكلتا الغذائية ولا كتسمى بالغاسيون أليمونتير، سي لا كونتيتي، ها هي كمية، سي لونسومبل دي زاليمون، هي مجموع الأغذية ولا كمية الأغذية، هي مجموع، يعني هاد كم هي مجموع الأغذية الضرورية لاستهلاكها خلال 24 ساعة لسد حاجيات الإنسان. دونك سي لونسومبل دي زاليمون كونسومي، هي مجموع الأغذية المستهلكة خلال 24 ساعة من طرف الفرد بور كوفغيغ سي بوزوان، يعني لسد حاجياته من الطاقة والمادة، باش يعني شحال يعني ديك الكمية الماكلة اللي خاصني ناكلها في النهار باش نكون على قيد الحياة. فقت مع 6 الصباح، فطرت بكاس ديال الحليب وثلاثة ديال التمرات وخبز وفرماجة، مشيت اسيدي حتى ل 12 ضربت واحد الطاجين ديال السردين، يعني هاد السردين فيه لي بروتيد، فيه بزاف ديال البروتيدات. اسيدي من 12 حتى ل 6 د العشية الا جيتي من المدرسة غادي دير لك الوالدة ديالك كاسكروط، فيه الزبدة، غادي تمشي للسوايع وغادي تقرا عاوتاني تول 10 ديال الليل، وغادي تدخل للدار وغادي تقصي واحد البلا ديال الروز. يعني هاد الأغذية كاملين اللي كليتي من اللي فقتي مع 6 د الصباح حتى ل 12 ديال الليل الا جمعتيهم كاملين كيتسماو غاسيون اليمونتير، كلتا غذائية، وها هو التعريف ديالها غاسيون اليمونتير. برافو برافو. ثاني حاجة مهمة في الكور هو واحد العلاقة كتحط ديما في الامتحان المحلي وفي الفروض، ياك ديما كتحط في الامتحان وفي الفروض، هي العلاقة باش كنحسبوا الامداد الطاقي لابور انرجيتيك. هاد العلاقة كتسمى كيقول لك احسب الامداد الطاقي، ديما تيقول لك واحد السؤال احسب الامداد الطاقي، كالكولي لابور انرجيتيك. هذاك الشيء اللي قلت لكم راه خاص الدرس هو التمارين، الا ما كتخدمش التمارين غادي تلقى بزاف ديال المشاكل. هذاك الشيء هو هذاك الشيء علاش كنركز في العرض. دونك خاصكم تعرفوا باللي 1 غرام ديال الدهنيات 1 غرام ديال لي ليبيد شحال كيعطي ليا ديال الطاقه، 17 كيلو جول. 1 غرام ديال لي غلوسيد يعني 1 غرام ديال السكريات كيعطي ليا شحال ديال الطاقه، 17 كيلو جول. 1 غرام ديال لي ليب لا عفوا 1 غرام ديال لي ليبيد كيعطي ليا 38 كيلو جول، فنصحو 1 غرام ديال لي ليبيد كيعطي ليا 38 كيلو جول، 1 غرام ديال لي غلوسيد يعني السكريات يعطي ليا 17 كيلو جول، 1 غرام ديال لي بروتيد يعطي ليا حتى هو 17 كيلو جول. بحال قلتي عرفت شنو هي الامداد الطاقي، يعني بحال قلتي كتشد الزيت كتديها للمعصره كتعصر منها، يعني مثلا عندي 500 كيلو ديال الغله جنيتها عطات ليا 200 لتر ديال الزيت، هذه هي بحال ما هكا خصكم تفهموا الطاقه. يعني السي بالهيشي الغله اللي حصدت فيها 500 كيلوغرام شحال عطات ليا هاد الغله من لتر ديال الزيت؟ عطات ليا 200 لتر ديال الزيت. يعني نفس الشيء 1 غرام ديال الدهنيات الا كليته في النهار غادي يعطي ليا السي بالهيشي 38 كيلو جول. شحال غادي يعطي ليا؟ غادي يعطي ليا 38 كيلو جول ديال الطاقه. 1 غرام ديال السكريات الا كليته غادي يعطي ليا 17 كيلو جول. 1 غرام ديال البروتيدات غادي يعطي ليا 17 كيلو جول. دابا انت باش تحسب شحال ديال الطاقه خاصك في النهار كدير هاد العلاقة، كتشد هذيك الكمية ديال الدهنيات اللي عطاك في التمرين بالغرام 1 غرام ديال لي ليبيد كتضربها في 38 كيلو جول، كتزيد ليها الكمية ديال السكريات اللي عطاك في التمرين بالغرام
كتضربها حتى هي في 17 كيلو جول، كتزيد ليها الكميه ديال البروتيدات اللي عطاك في التمرين بالغرام، كتضربها في 17 كيلو جول. المجموع ديال هذا الحساب كيعطيك واحد القيمه كتكون بالكيلو جول. هذيك القيمه بالكيلو جول هي الامداد الطاقي او الطاقه اللي خاصك تستهلكها ولا اللي خاصك تعطالك في النهار، باش شحال يعني شحال ديال الطاقه عطاتك ديك الماكله. نعطيكم واحد ليكزومبل خفيف ظريف. مثلا عندي 200 غرام ديال 200 غرام ديال ديال البروتيدات، وعندي مثلا 17 غرام ديال لي ليبيد، وعندي مثلا 150 غرام ديال السكريات. شنو غادي دير؟ غادي تمشي للفرض، غادي دير هذه العلاقه، هو راه غادي تلقى ديما هذا السؤال. غادي دير السي بالهيشي 200 غرام، غادي تضربها ب 17 بحال ما هكا، غادي تزيد ليها لا هذه 200 غرام ديال البروتيدات غادي تضربها ب 17، غادي تزيد ليها 17 غرام ديال لي ليبيد غادي تضربها في 38، غادي تزيد ليها 150 غرام ديال السكريات غادي تضربها في 17. دونك شحال عطاتك ديال الطاقه هذيك الماكله كلها؟ عطاتك السي بالهيشي 6596 كيلو جول. هذا غير مثال زي ما الا عطاك بحال هذه العلاقه، هذه هي الطريقه باش كتحسبها. دونك هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهاد الدرس. سي بون، يعني درس خفيف ظريف، عندو واحد البورسونتاج مهم بزاف في الكور. اللي باغي يلتحق بيا في العرض يستافد من المتابعه الفرديه، يستافد من التمارين، ويستافد من شرح معمق للدروس. يعني غادي شنو هما الحوايج اللي غادي تستافد؟ غادي تستافد من تمارين اكثر، فروض، متابعه فرديه، نصائح وتوجيهات. صيفط لي كلمه عرض 2024 لهذا الرقم، هذا 06 44 86 11 95، باش تسجل. كل ما دخلت العرض بكري كل ما غادي تستافد. يلا تحياتي، نلتقي في الدرس القادم.